السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد. أهلا بيكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الثالث من شابتر 3، الفصل الثالث، 2 feet 4 pose، قدمين وأربع مخالب. وإحنا كنا وصلنا الشرح اللي فات لنهاية page 48 أو صفحة 48، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح page 49 أو صفحة 49. وقبل ما نبتدي في الشرح، أتمنى إنك تكون شاركت الدرس اللي فات مع أصحابك علشان يقدروا يتابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب اعمل كشكول مخصص للديسكفر واكتب ورايا وذاكر منه وبلاش تعطل نفسك. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين page 49 وعنوانها The Gazelle أو الغزال، The Gazelle أو الغزال، والدايركشنز بتاعتها كالآتي: Listen as your teacher reads below، استمع بينما يقرأ المعلم الكلمات المكتوبة أسفل الصورة. ولسن يعني استمع، your teacher يعني معلمك، reads يقرأ below أسفل الصورة. ويلا ننزل نشوف مكتوب إيه أسفل الصورة. مكتوب gazelles الغزلان need food water air and shelter، الغزالات تحتاج طعام ماء هواء ومأوى. Gazelles need food water air and shelter. Gazelles eat plants، الغزلان تأكل النباتات. Plants بمعنى نباتات، eat يأكل. Gazelles eat plants، الغزلان تأكل النباتات. Gazelles الغزلان live تعيش in في grassland بمعنى أرض العشب. grasslands أراضي العشب، grass لوحدها بمعنى عشب أو أراضي عشبية، lands يعني أراضي، grasslands الأراضي العشبية. يبقى gazelles الغزلان live in تعيش في grasslands الأراضي العشبية، grasslands الأراضي العشبية. gazelles الغزلان have لديها أو تمتلك ears as أذنان and و long horns. horns هي جمع horn، وhorn هو القرن، القرن. horns قرون طويلة، long طويل. ears أذنان أو أذان، يبقى هو بيقول لك إن هي عندها أذنان طويلة وقرون طويلة. horns قرون، long طويل. ears جمع ear، وear يعني أذن، ears أذان أو أذنان. يبقى نقولها مرة تانية: gazelles have ears and long horns. تمام. gazelles الغزلان have لديها feet أقدام called تسمى hooves حوافر. gazelles have feet called hooves، الغزلان لديها أقدام تسمى حوافر. gazelles can jump high، الغزلان تستطيع أن تقفز jump high عاليا. gazelles can jump high. نقولهم كلهم مرة واحدة: gazelles need food water air and shelter، gazelles eat plants، gazelles live in grassland، gazelles have ears and long horns، gazelles have feet called hooves، gazelles can jump high. وبكده نكون انهينا page 49. وزي ما احنا شايفين يا صحابي الكلمات الجديدة في البيج دي: gazelles يعني الغزلان والمفرد بتاعها جزال او غزالة، plants نباتات، grasslands اراضي العشبية او الاراضي العشبية، horns قرون والمفرد بتاعها horn وهي قرن، hooves حوافر. وبكده نكون انهينا البيج نمبر 49 ونتنقل على البيج اللي بعد كده، ودي بيج 50 او صفحة 50 وعنوانها زجربوة. زجربوة او حيوان اليربوع، زجربوة حيوان اليربوع. يلا قول ورايا يا اكرم: زجربوة، زجربوة حيوان اليربوع. والدايركشنز بتاعتها زي ما احنا شايفين: listen as your teacher reads below،
استمع بينما يقرأ المعلم الكلام المكتوب أسفل الصورة، ودي صورة الجربوة أو حيوان اليربوع. زي ما احنا شايفين هو شبه الفار شوية، بس رجليه طويلة وإيديه قصيرة، وده اسمه ذا جربوة أو حيوان اليربوع. وننزل نشوف ايه المكتوب أسفل الصورة. جربوز حيوانات اليربوع need food, water, air and shelter. حيوانات اليربوع تحتاج طعام، ماء، هواء ومأوى. واحنا الجملة دي احنا عرفنا انها تتكرر معانا فيهم، في كل الحيوانات فيهم كلهم، وحتى في الانسان، فاحنا مش عايزين ننساها، لازم نحفظها كويس. جيربوز need food, water, air and shelter. جيربوز eat plants. حيوانات اليربوع تأكل النباتات. قول ورايا يا احمد. جيربوز eat plants. حيوانات اليربوع تأكل النباتات. جيربوز live in burrows underground. باروز احنا قلناها قبل كده في الفينك او في او في ثعلب الفانك، اللي هي الجحور. underground يعني تحت الارض، under يعني تحت، ground يعني الارض، باروز underground يعني الجحور تحت الارض. جيربوز live in burrows underground. الحيوانات اليربوع تعيش في الجحور تحت الارض. قول ورايا ياسين. جيربوز live in burrows underground. Jerboas have big ears. حيوانات اليربوع لديها أذنان كبيرة. قولي ورايا يا مريم. Jerboas have big ears. حيوانات اليربوع لديها أذنان كبيرة. Jerboas hop on 2 feet. حيوانات اليربوع hop on يعني تقفز على 2 feet، قدمين كبيرتين. Jerboas hop on 2 feet. حيوانات اليربوع تقفز على قدمين كبيرتين. قولي ورايا يا سما. Jerboas hop on 2 feet. حيوانات اليربوع تقفز على قدمين كبيرتين. Jerboas have long tails. حيوانات اليربوع لديها ذيول طويلة. وادي الذيل بتاع الجربوة طويل زي ما احنا شايفين. Jerboas have long tails. حيوانات اليربوع لديها ذيول طويلة. قولي ورايا يا كنزي. Jerboas have long tails. حيوانات اليربوع لديها ذيول طويلة. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونقول الكلمات الجديدة فيها اللي لازم تحفظ. plants يعني نباتات، gerboas يعني حيوانات اليربوع والمفرد بتاعها gerboa حيوان اليربوع، burrows جحور، underground تحت الأرض، hop on يقفز على، long tails long طويل، tails ذيول ذيول والمفرد بتاعها tail أو زي. وبكده نكون انهينا page 50. ونتنقل لبيج 51. ذا هيومن الانسان، انا وانت وكلنا. ذا هيومن الانسان. والدايركشنز بتاعتها كالاتي: listen as your teacher reads below. استمع بينما يقرأ المعلم المكتوب اسفل الصورة. listen as your teacher reads below. ونشوف ايه المكتوب اسفل الصورة. humans البشر need تحتاج food, water, air and shelter. البشر يحتاجون للطعام والماء والهواء والمأوى. humans eat plants and meat. البشر يأكلون النباتات واللحوم. قولي ورايا يوسف. humans eat plants and meat. البشر يأكلون النباتات واللحوم أو اللحم. humans البشر live in houses. بيعيشوا في houses في منازل، ودي كلمة جديدة houses، والمفرد بتاعها house أو منزل. humans البشر have ears to hear. البشر لديهم أذنان ليسمعوا، أو عندهم آذان ليسمعوا بها. humans البشر have ears to hear. hear يعني يسمع، ودي كلمة جديدة ولازم نحفظها برضو. humans البشر have feet to run. لديهم أقدام to run ليركض أو يجري، يعني jump يقفز، and walk ويمشي. يبقى عندنا تلات أنواع من الحركة في الجملة دي، لازم نحفظهم كلهم بالكتابة: run يجري أو يركض، jump يعني يقفز، walk يعني يمشي. ونقولها مرة تانية: humans البشر have feet
to run, jump and walk. You are a human. وبيقول لك في آخر في آخر عبارة إن أنت إنسان. You are a human. أنت إنسان. وبكده نكون أنهينا البيج دي. وقبل ما راجع عليها مرة تانية أحب أفكرك وأقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض أول بأول. ونقول الكلمات الجديدة في الشرح مرة تانية. أول page 49 gazelles الغزلان, plants نباتات, grassland أراضي عشبية grasslands أراضي عشبية, وgrass لوحدها بمعنى عشب, وland أرض, grasslands أراضي عشبية, horns قرون, horns قرون, long طويل, hooves حوافر. page 50 underground تحت الأرض, underground تحت الأرض, جربوز حيوانات اليربوع, tails زيول والمفرد بتاعها tail بمعنى زيل, the human houses بمعنى منازل والمفرد بتاعها house, humans البشر والمفرد بتاعها human أو إنسان, hear يسمع, run يجري أو يركض, jump يقفز, walk يمشي. وهو في الاخر قال لك you are a human او انت انسان. وقبل ما نختم مش عايزين ننسى اسماء الشطار اصحابي الحلوين اللي عرفت عن طريق التعليقات ان هم متابعين كويس وشاطرين جدا وبيذاكروا معانا. والاسماء هي احمد, اكرم, ياسين, مريم, سما, كنزي, ويوسف, وعبد الله. انتوا كلكم شاطرين وحلوين وان شاء الله تبقوا احسن الناس وكل اصحابي. وان شاء الله استنوني في الدرس الجاي وفي الشرح الجاي. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك, والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل شير وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو عن طريق الفيسبوك او الواتساب. وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير, وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.